التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال الرئيس السيسي إن الحزمة تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريا، كما وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارا من الشهر المقبل. صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار يشكر الرئيس السيسي ويثمن قراراته بحزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، والتي وصفها الرئيس بأنها تنطلق من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة. وأعلن مجلس الأمناء بصورة كاملة انضمامه إلى مطلب عموم المصريين بأن تترافق هذه القرارات مع تحركات وإجراءات قانونية سريعة وحاسمة وعلنية من الحكومة وكل الجهات المختصة، وذلك لضبط الأسواق ومنع أي تلاعب أو استغلال بها حتى لا تفقد تلك الحزمة من الإجراءات الاجتماعية الهدف الأساسي الذي قصده الرئيس من ورائها، وهو دعم المواطنين المصريين في ظل الظروف الراهنة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث تم تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يتفق مع العلاقة المتميزة والتاريخية بين البلدين، وبما يدعم المصالح المشتركة بينهما في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية الجارية. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع الإقليمية وما تشهده المنطقة من تصعيد، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية للتواصل مع كافة الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يحمي المنطقة من اتساع رقعة الصراع، مشيرا إلى جهود مصر لإدخال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، ومؤكدا ضرورة إحراز تقدم ملموس على صعيد التهدئة ودفع مسار حل الدولتين. أكد مصدر مصري مسؤول أن مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع. وأكد المصدر أن مصر تدعو كافة الأطراف لإبداء المرونة اللازمة للوصول إلى تهدئة بقطاع غزة. يأتي هذا فيما تبذل مصر جهودا مكثفة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والميدانية بقطاع غزة. وأشار المصدر إلى أن مصر وقطر ترعيان جولة جديدة من المفاوضات اليوم الخميس بالقاهرة للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين. تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية محمد معيط مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام البيرول. وأكد وزير المالية أن المنظومة الإلكترونية تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريا، مشيرا إلى أن من بين النتائج المترتبة على تطبيق المنظومة تحقيق مزيد من الحوكمة لإجراءات الصرف بجانب توحيد طريقة حساب كل التعديلات التي تتم على المرتبات والأجور وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى. يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، وذلك في زيارة ثنائية تستهدف متابعة مسار العلاقات
بين البلدين. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الزيارة تستهدف تنسيق المواقف بين مصر وقبرص حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية ومواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأزمة في قطاع غزة. أدانت مصر بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين اللذين وقع قبيل موعد انعقاد الانتخابات الباكستانية العامة، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا من أبناء الشعب الباكستاني الشقيق. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعربت مصر حكومة وشعبا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكل المصابين. كما جددت مصر التأكيد على موقفها الراسخ الرافض لكل أشكال العنف والإرهاب ودعوتها لجميع الدول لتكثيف منابع تمويل الإرهاب. ولمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، ونعود مرة أخرى إلى الزميلة العزيزة إنجي لاستكمال ما تبقى من فكرات هذا الصباح. إليك إنجي. شكرا لك إسراء.